لماذا أعلن أهل الشام موقفهم من معاوية بن أبي سفيان وأظهروا له التأييد الكامل؟ ولماذا اتخذوا موقفاً من علي بن أبي طالب رغم أنه ابن عم النبي الكريم ووالد الحسن والحسين؟ وما هي الوصية التي أوصى بها معاوية ابنه حول أهل الشام؟ لم يشهد التاريخ الإسلامي في أحداثه فتنة مثل تلك التي حدثت بعد رحيل عثمان بن عفان رضي الله عنه. لقد كان الأمر يتعلق باستعادة حق ذلك الصحابي الجليل. لقد كان عثمان بن عفان ذا النورين عن جدارة، وهو صاحب فضل على المسلمين كافة، فهو الذي جعله الله سبباً لجمع القرآن الكريم. ولم يشهد التاريخ رجلاً في مثل عشقه لكتاب الله إلا قليلا، لكن أخلاقه تلك وعدله هذا لم يرق لفئة خرجت عن الصواب وعقدوا الخطط ودبروا العمليات ضده، وهم 2000 ممن تعددت أهدافهم وأهواؤهم وقد عقدوا العزم وبيتوا النية على عزل عثمان رضي الله عنه من الخلافة. فهل اكتفوا بعزله من الحكم؟ ليتهم اكتفوا بالعزل، إنهم دبروا ضد عثمان مخططاً لإنهاء حياته في واحدة من أشد الأحداث قسوة في تاريخ المسلمين، وما انفاضت روحه رضي الله عنه إلى بارئها حتى بدأت الفتنة تستهدف المسلمين. لكن عدالة السماء كانت أقرب إلى أولئك الذين استهدفوا عثماناً من رغبة المسلمين في محاكمتهم، فلقد لاقى كل من نفذ عملية الاستهداف بشكل مباشر ضد عثمان نفس المصير. كان رحيله بداية أكبر انقسام في تاريخ أمة التوحيد. لقد كان عدد الذين اتفقوا ضد عثمان 2000، وحينما فاضت روحه الطاهرة أدار البعض فتنة أشد حينما حاولوا إشاعة خبر مكذوب بأن الذي نفذ خطة إنهاء حياة عثمان هو علي بن أبي طالب، وبدأت الآراء المحكومة بالجدل تفرض نفسها على الأمة بين 3 فرق. فماذا كان موقف كل فرقة؟ انقسم المسلمون بين فرقة ترى حتمية محاسبة مستهدف عثمان، وكان أبرز أعضاء هذا الفريق هم الزبير وعائشة وطلحة ومعاوية، وهم الذين وضعوا محاسبة المنفذين شرطاً قبل حسم أمور الخلافة. لكن فريقاً آخر كان يرى أن تكون الأولوية الأولى هي استقرار الخلافة على أن تتم محاسبة المنفذين بعد ذلك. فريق ثالث، وكان يمثلهم معظم الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يفضلون اعتزال تلك الأحداث تجنباً لحدوث فتنة بين المسلمين. أما أهل الشام فكانوا في صف معاوية بن أبي سفيان ولم يكونوا في صف علي بن أبي طالب. ولقد كان معاوية يتخذ من أهل الشام مساعدين ومسؤولين للمهام الكبرى، حتى أنه أوصى ابنه يزيداً بأن يجعل منهم أعواناً له ورعية، وأن يأمر كل من ينفذ مأمورية له خارج الشام بالعودة إليها، لأن معاوية كان يرى أن أهل الشام إذا أقاموا في غير بلادهم تغيرت أخلاقهم. استقل معاوية بالشام بعد الخلاف مع علي بن أبي طالب، واستقل معاوية بحكم الشام بعد أن أعلن نفسه فيها خليفة، وكان ذلك هو الخلاف الأشهر في التاريخ الإسلامي. فهل ترى أن كان بإمكانهم حسم الخلاف مبكراً؟